نسمع احمد عز. راي سياده اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي ومستشار باكاديميه نصر العسكريه، ونشوف وصل لايه الوضع في سوريا او توقعات سوريا ايه. سياده اللواء مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا اهلا بحضرتك. سياده اللواء، اللهجه الامريكيه تغيرت نسبيا في الساعات القليله الماضيه، هل ده معناه ان الموضوع في تفاهمات سياسيه او حاجه، ولا مجرد بس يعني تميع للامور مثلا؟ مفيش شك ان في تفاهمات سياسيه على مستوى القوى الكبرى، لان احنا لو بصينا هو مخطط التقسيم ماشي، يعني عشان تعضد او تعظم لعمليه التقسيم لازم القوى تبقى متساويه او متقاربه لبعضيها. لو في قوه زادت هتوحد الناس كلهم، هتضمهم تحت لواءها، زي ما عملوا في العراق لما جم الشيعة زادوا ضربهم بالسنة، لما جت السنة تزيد برضو ضربها بالشيعة. لازم عشان ايه ما يخليش واحد يزيد عن المجموع يقوم يوحد بلد تاني. الكلام ده في سوريا انت كنت خلاص الغوطة الشرقية كانت خلاص الناس بترحل منها، المسلحين اللي فيها بترجع سوريا الوطنية تسيطر على ترفع الاعلام لاول مرة منذ فترة طويلة. يعني بعد 4 سنوات ابتدت يعني القيادة السورية تفرض سيطرتها على الجزء الأكبر من البلد. الكلام ده مش موجود أو مش عايزينه، مش مطلوب في الغرب. وبالتالي لقينا العملية بتاعت ضربة الكيماوي دي اللي ظهرت، وطبعا كانت تمثيلية أكتر منها، لأن معروف الغازات الحربية يعني أبسط حاجة، اشمعنى الأطفال دول بس اللي فيهم؟ وبعدين لو أنت بتشوف اللي بيطهروا في أطقم تطهير لها لبس زي غرفة العمليات، لبس يعني معروف زي بتوع الفضاء كده عشان هما ما يتلوثوش، ما كانوش لابسين خرطوم بيضربوا. فباين إن دي يا إما اللي هي القنابل المشاة للدموع اللي اتضربت، أو غاز الكلور، حاجة يعني إيه تمثيلية معمولة. وبعدين هوب اسرائيل تطلع تضرب الضربه بتاعتها اللي عملته بتاع مطار تيفور. كان الهدف منها طبعا واضح لانها ضربت من فوق الاراضي اللبنانيه، بيعمل خريطه الكترونيه للاهداف اللي هيضربها ده اذا كانت امريكا ناويه، لان ده كان الكلام ده موجود وواضح ان في اطراف اقليميه دفعت ثمن. طب سياده اللواء، يعني السؤال الدائر حاليا، هل تتوقع ان روسيا تتصدى للهجوم، ولا الوضع مش هيوصل لكده؟ لا، ما احنا بنقول ايه، في خط الاحمر مفتوح، في اتصال بين وزاره الدفاع وبين رئاسه الاركان الامريكيه، انت هتضرب ايه عشان اسيبك تضربه وعشان يبقى في اقل خسائر، لان ان هم يصطدموا ببعض دي بدايه حرب عالميه يعني نهايه العالم، لان بقى قوتنا ويتم بالشكل ده. لو حتى بدا الصراع يعني حضرتك تقدر تتوقع، ما نقدرش نقول انه مش هيستمر او مش هينقلب الى نووي، وانقلب الى نووي انتهى العالم بالظبط. فهنا في تنسيق موجود زي ما عملوا قبل كده، يعني الاهداف اللي اتضربت قبل كده في خان شيخون برضه نفس الكلام، وروسيا ابلغوا روسيا بلغت السوريين وخلوا لها المطار وضربته. فالمره دي ما هو ده السؤال، ده السؤال سياده اللواء، يعني للدرجات دي السيناريو واضح ومفضوح ومكشوف كده؟ فإذا كان السيناريو بهذا الوضوح لدى كل من يقرأ السياسة والمناورات اللي بتحصل على أرض سوريا، مفيش أي سيناريو تاني يقدر يتدخل فيغير من نهايات القصة، يعني عشان يبقى فيه خسائر أقل؟ ما هي إن شاء الله هي تبقى الخسائر أقل، وده اللي إيه ده اللي بيتم دلوقتي، إن واضح إن الاتصالات، وهنشوف بعد ما كانت انجلترا مندفعه وكعادتها انجلترا ماشيه في ديل امريكا ما تقدرش تبعد عنها. يمكن الرئيس الامريكي السوق الفرنسي بدا يراجع نفسه شويه وتبان شخصيه فرنسا في الاخر، ان ممكن بدات تفكر مره تانية، وخاصه ان هم متاكدين ان المعلومات دي معلومات زائفه وما فيش اساس للضربه الكيماويه دي، وان هذا التحرش الامريكي تحرش مدفوع الاجر بتعمله لصالح اهداف اخرى ولصالح عمليه تقسيم سوريا، او ان سوريا ما تلتئمش تانية ولا ترجع سوريا للدوله القويه الموحده
التي تهدد اسرائيل كميزان قوة على حدودها. سؤال مره تانية يا سياده اللواء، لانه يعني عايز اقول لحضرتك، اذا كنا احنا عارفين السيناريو جدا، فهل الوطن العربي في وضع لا يسمح له سوى بالمراقبه؟ يعني هو مفيش دور لجامعه الدول العربيه المفروض انها تنعقد يوم الحد؟ ما نقدرش نتوقع انه في سيناريو ممكن يغير من الامور، او على الاقل يكشفها للعالم انه على الاقل الامور واضحه بالنسبه لنا؟ ما فيش شك الامور واضحه. كل الناس عارفه اللي انا بقوله ده واكتر. لا ينقصنا الا الاراده، ما نقعدش نتخانق، ما نقعدش نتكلم في حاجات هايفه. يكفي ان مصير سوريا بيتحدد في أستانة او بيتحدد في انقره او بيتحدد ثلاث دول ما لهمش دعوه بالوطن العربي خالص، روسيا وايران وتركيا هم اللي طالعين يحددوا مصير سوريا، مصير ليبيا زي ما احنا يعني احنا اللي فرطنا في 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 بلادنا. ايه المواقع السورية هم اللي فرطوا في ارضهم واستعانوا واستقوا باطراف خارجيه، فادي سوريا النهارده الكل بيلعب على ارضها والكل مستفيد الا الشعب السوري. طبعا ايه المواقع اللي ممكن يحصل فيها يعني هجمات زي ما حضرتك بتقول كده بالتنسيق ما بين امريكا وروسيا؟ هو طبعا التسريبات الكلام اللي بيقول ان بدا في مطارات معينه بداوا يخلوها، بدأوا يحطوا لو عندهم حاجات ثمينة خايفين عليها يحطوها في المطارات اللي مع الروس. روسيا بدأت تخلي قاعدة طرطوس من بعض القطع البحرية بتاعتها، يعني لو اتضرب، لأن واضح إن في الآخر إن القيادة أو البنتاجون نفسه مش موافق يضرب ضربة بجد يا بلاش، فالقيادة السياسية لا عايزاها تمثيلية، فهنا هو واضح الخلاف. ممكن تتلغي الضربة في آخر لحظة وممكن تتعمل، إذا اتعملت أنا شايفها على بعض المطارات، بعض الدفاع الجوي، قد يكون المستهدف الأساسي قوات إيرانية وقوات حزب الله، لأن هي دي اللي عايزين يضربوها بأي شكل من الأشكال عشان يجبروها، أو يعني حاجة رسالة إلى إيران وإلى حزب الله. إنما إن الضربة بالشكل اللي نقول إنه هيشل سوريا أو هتحتل ونستبعد إن إسرائيل تشترك فيها تماما، لأن إسرائيل في اللي هي عايزاه بتعملها وهي مرتاحة تحارب بأيدي نظيفة إسرائيل، ما يقلبش العرب ضد أمريكا وهي بتضرب. فلا زي ما اتعمل قبل كده في العراق. سيادة اللواء أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. سيادة اللواء نصر سالم.